كارثه كارثه عظمى ما نقولش لك. خرجوا الدار، خرجوا الناس المسؤولين، خافوا على ارواح الناس، خرجوهم. حنا ارواحنا عندنا دبانه عندهم، الارواح ديالنا حنا دبانه عندهم. الدار حنا عندنا قاعيه، الدار مايله، خطر على الناس، على الساكنه اللي كيدوزوا، خطر على الناس اللي ساكنين، خطر على الناس اللي جالسين. هاد الرعده اللي ضربات حنا خرجنا الزنقه، هاد الشتا اللي صبات حنا ما كناش في ديورنا. يديروا معنا حل، كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى وسيدنا يشوف من شعبه، يشوف منا. رحنا دراوش حضرنا حنا بعدا فيها سته النفوس ووليداتهم صغار. كلشي هاد الدراري الصغار الدراري عاد خلي عاد خلي الديور الاخرين اللي حدانا متكين علينا. الدار عامره بالماء، محشوشه تحش بالماء من تحت. تاني انتخبنا عليهم ما كاينينش، تاني انتخبنا عليهم ما بانوش. تاني ملي بغاونا دقوا على بيباننا ودقوا على ديورنا ووقفنا معاهم وخرجنا وصوتنا، شدوا المناصب ديالهم وشدوا بلايصهم ودرويش الشعب ما داوهاش فيه. هاد الدار هادي كانت ايلا للسقوط، ماليها سافدو مشاو. ايوا حنا راه غادا طيح علينا شي نهاريات، ماشي تتوقع الواقع عاد باش يجيو يوقفوا المسؤولين، يبقاو غاديين جايين هازين تليفوناتهم بلا هادي بلا هاديك وكيمشيو. مشينا شكينا المره الاولى، المره الثانيه ما كيديروا معنا حتى شي حاجه. بغينا شي مسؤولين يشوفوا من حالنا ويحيدوا علينا هاد الدار، حيت خاويه الناس استافدوا مشاو. علاش باقيين من خايفين على الاولين؟ حتى حنا خافوا علينا، كندوزو كنجريو كنبغيو ندخلو كندخلو كنجريو، وليداتنا كيمشيو للمدرسه. واش غنبقاو حاجبين؟ راه ما يمكنش. راه ملي غتطيح شي حاجه شي غتطيح الدار، بنادم راه غادي يتضر. لا من جهه الطوموبيلات لا من جهه بنادم، راه حنا عينا لا اله الا الله محمد رسول الله اكثريه في هذا الموسم ديال الصيف. راه الدار كلها بعدا كتقطر، ولتحت كاينين الفيضان، كاين الواد الحار حتى هو يضيع على الدار. هذاك راه غادي يشكل واحد الضرر كبير لغايه عاون الدار باش غادا تطيح. فلهذا حنا بغينا اللي يشوف من حالنا وحيدها علينا، اللي عنده المسؤوليه ديال باش يجي يهدم هذا الدار. حيت الوقت اللي جاو الورقه عند عباد الله قالوا ما ودي خرجوا باش نهدموها، ما شفنا لا هديم ولا حتى شي حاجه. اذا حنايا راه حنا في التريبه كندوزو كنجريو وكنرجعو كنجريو، الاكثريه في الشتا شكي ولات. ها انت راه كلها دايزه لهاد الجي، انا راه كنا ندخلو لا كلشي من الداخل كديره، والله ما يطلع لها يقدر يطلع لها شي واحد. راه مالز غادي تطيح علينا خويا، اللهم يديروا معنا شي حل، الله يرحم بها الوالدين. الناس المسؤولين، هذا الشيء كنقولوا الناس المسؤولين، الا بغاو ما بغاوش الناس يموتوا، اما الا كانوا كنا حنايا بحال الزبل يخليوها تطيح علينا وعلى وليداتنا. هاي اللي خلعاني انا، هادي خلعاني بزاف. كبرت هنا في عمري 47 عام، من النهار اللي شتا ويا هكا، النهار اللي مشاو ماليها بدات كتفرتت على غفله، غادا تهبط هادي على غفله. شي من غدوز الايام وما قربتوش ليها وتقولوا ذا قال ذاك الدري، شي ذاك الدري كمال فهمتي، غتقولوا راه قالها، راه غادا تريب على غفله هادي. ديروا معنا حل، ديروا معنا حل، شوفوا دربنا كيدير. اجي دخلتك ليها، واش عمرك شي بلافو ديرها؟ عمرك شي سقف مهود دير كرش؟ اجي نطلعك ليها، اجي تشوفها. ديروا معنا حل، الله يرحم لكم الوالد. دايز ديك النار القايد قال لي هادي مالت، ونيت فعلا ملي جا القايد النوبه الاولى جا خو عباد الله، دازت الايام هو يدوز ويقول لي هادي راه مالت هادي. ملي شتيها مايله وتعذبات ودير لها حل. دير لها حل، الله يرحم لك الوالدين سعد القيد. كنطلب فيك، كنطلب فيك الله يجازيك بخير، انا مزوق فيك، والله يجعل ربي يحفظك ويخلي لك وليداتك، الا ما دير معنا حل في هذه.